أنا مرتضى الشيخ خادي من العراق، محافظة النجف الأشرف. عمري 23 سنة ومصاب بمرض ضمور العضلات، وطالب في الماجستير لغة إنجليزية سنة أولى. هذا المرض طبعا وراثي، لأن 4 أفراد من أسرتي من نفس الحالة. هذا المرض يبدي تقريبا بعد 8 سنين من الولادة، تبدي العلامات، ولكن علامات مو كلش يعني تبين. كملت حياتي، دخلت المدرسة الابتدائية وخلصت المتوسطة، وكانوا هواي يتنمرون علي بالبداية، تنمر مو طبيعي. فأنا أقول عادي ماكو مشكلة، خلي أكمل حياتي وأشق طريق نحو النجاح. أنا كنت واقع بالطين دائماً، يعني بسبب تحركاتي البطيئة، يعني المشي مالتي شوية مختلف عن أقراني، فكنت واقع. ومن واقع بسرعة أقوم وأروح أكمل للمدرسة، أقول لازم أنجح، لازم أكمل طريقي. وراها أيضاً دخلت الكلية، كان طموحي جداً باللغة الإنجليزية، أحب هذه اللغة، إلى جانب الرسم، لأن الرسم عندي موهبة. ولدت فكرة الرسم من كنت صغير، يعني منذ نعومة أظافري كنت أبغى على أخوي كيف يرسم، كان يرسم كثيراً شخصيات خيالية، فقدحت لدي هاي الفكرة في بالي، فقلت لازم أنا أبدي بهذا الشيء، عجبني كثيراً، فبديت أرسم بشكل بسيط، خطوط بسيطة، بديت أطور الرسم شوي شوي، وبعد ما أجى الإنترنت وسويت صفحة بالفيس. بعد ما سوينا حادث سيارة، يعني هاي فوق مرضنا طبعاً، احنا كان بالبداية مرض يعني ما وقين بسبب المرض، وصار حادث إلى الأسوأ، يعني أذانا بالزايد، يعني بدأت حياة جديدة مثل ما نقول، صفحة جديدة على الكرسي مثلاً، أصدقائي يساعدوني أروح أكمل وأنزل الدرجات، يعني يشيلون العربانة بصعوبة ينزلوني للقاعة على مود أكمل وأنجح. وقلت إنه الحياة لازم واحد يعيشها، وش كم مرة واحدة احنا نعيش الحياة، فخلي أكمل رغم الظروف والمعوقات اللي واجهتها ورغم التنمر الحمد لله، ولكن أكو ناس كثيرة اللي ساعدتني. هاي الانتكاسات هي اللي علمتني إنه شلون أكون قوي من جديد، شلون أبني مستقبلي من جديد. فكل خطأ بحياتنا أو كل ظروف نمر بها هي تعلمنا وتقوينا أكثر وأكثر، على مود نرجع نتمسك بالحياة أكثر وأكثر. أنا شغفي باللغة الإنجليزية هو اللي خلاني أقدم على كلية الآداب اللغة الإنجليزية، فصبرت سنة كاملة وطورت لغتي الإنجليزية حتى أقدم بالسنة اللي وراها، والحمد لله دخلت بالبكالوريوس، وكنت يعني متميز من بين أقراني وزملائي، وطلعت الثاني على الدفعة. وراها قررت أدخل ماجستير، أقدم على الماجستير، لأن هذا الاختصاص جداً أحبه وشغفي به. إضافة لذلك زملائي كلهم يساعدوني بحياتي الدراسية، هم اللي يستنسخون لي الملازم وهاي الأمور، يعني المصادر أيضاً يجيبوا لها. أبد أبد لا تخجل من شكلك، أو لا تخجل من العاهة السليمة اللي أنت عليها، كن واثقاً من نفسك دائماً واطمح للأكبر، والله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم.